روز تكسر صمتها، عنوان مسرحية تفاعلية نرويجية فلسطينية مشتركة بدأ عرضها في رام الله ضمن عروض مهرجان مسرح المضطهدين الرابع الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. المسرحية تبحث عن حلول لمشاكل اجتماعية تتمحور حول الاضطهاد وما تتعرض له البطلة النرويجية روز من قبل والدها الثمل. الحاجز الوهمي بين ممثلي المسرحية والجمهور تلاشى بعد أن قررت إحدى الحاضرات التفاعل مع المسرحية ولعب دور البطلة روز لتعرض رؤيتها لمواجهة الاضطهاد العائلي بأسلوبها الخاص. شي عفوي وعالسريع من دون يعني كتير تفكير، بس إنه لو أنا اللي صار معي هيك موقف هيك بتصرف. مسرحية أخرى نجحت أيضاً في جذب الجمهور للتفاعل مع قضية اجتماعية مختلفة، حتى في بيتي، مسرحية تسلط الضوء على مشكلة سفاح القربة واغتصاب المحارم. ورغم حساسية الموضوع فإن إحدى الحاضرات صعدت إلى خشبة المسرح لتلعب دور أم الضحية وتشارك برأيها حول أهمية وعي الفرد وكيفية التعامل مع المشكلة. ولا مرة تخاف مني، أنا اللي راح أحميها، مش راح أسمح لحدا يعتدي عليها. تفاعلي الداخلي مع الموضوع خلاني أوقف وأحكي بهاي الحيثيات، بس أنا بشوف إنه فعلا يعني دور الأم هو دور محوري بالموضوع. إذا كانت الأم ممكنة ومتعلمة وعندها المعلومات الكافية لإدارة حياتها ومشاكلها الاجتماعية، أكيد راح يكون حلها للمشكلة هاي بأريحية. الرسالة الأساسية للجمهور هو إنه إذا أنتوا كنتوا نفسكم في موقف مثل هيك، شو دوركم أنتوا في داخل المجتمع؟ وين دور كل واحد فينا؟ 9 مسرحيات تعرض في 22 موقعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مهرجان يحمل عنوان اكسر صمتك وشارك بقصصك، ينظمه مسرح أشتار الفلسطينية ويعتمد أسلوب مسرح المضطهدين. احنا بحاجة الى جهود جبار، بحاجة الى عروض بشكل يومي وباستمرار عشان نشعر بالتغيير الفعلي للمشاكل المطرحة على خشبة المسرح. وقد أسس المخرج البرازيلي غوستاو بوال مسرح المضطهدين منذ عام 1971 لإشراك الجمهور من مختلف فئات المجتمع بالتفاعل على خشبة المسرح وإيجاد حلول لمختلف أنواع المشاكل التي يعانون منها في المجتمعات كافة. انطلاقاً من قول المخرج البرازيلي غوستاو بوال أن المسرح هو نوع من أنواع المعرفة وأداة قادرة على إحداث التغيير في المجتمع وبناء المستقبل عوضاً عن انتظاره، حاول الممثلون في مسرح مهرجان المضطهدين الرابع لتوطيد الحوار الثقافي في المجتمع الفلسطيني وتحريره مما وصفوه بالاحتلال والتمييز والاضطهاد بكل أشكاله. من مدينة رام الله، إيمان عرقات، BBC.